وهذا سائل يقول: هل صحيح أن شيخ الإسلام يطلق على مرجئة الفقهاء أنهم مرجئة أهل السنة؟ نعم، ما هو بشيخ الإسلام فقط، كل العلماء يقولون عنهم مرجئة أهل السنة. الأحناف يقولون عنهم مرجئة أهل السنة، لأنهم يخرجون القول، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويقولون هو شرط في صحة الإيمان وليس هو من نفس الإيمان. هم يخالفون أهل السنة بهذه الجزئية، وإلا فهم من أهل السنة. نعم.